الطيف ليد لايت كافة منتجات LED التكنولوجيا الإنجليزية. السرسرية جاوة ووصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش سرسارة مو ياها تشان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت عانس وقبريد مقشمرة تك 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 شكد يتلوم دك دك. إذا أنت بطيار تشي ترانا طير بك. عندي علولي داي حلو وهتلي وسيلة المطير تشي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش ندير احنا نخلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل وين الكبس الصاحي صير. أها أها ألمي دوخ الحارة وما يخبو الجارة أمي طشارة تخاف من اللي فارة. إيش ليش لا تخبر طيح حلقك شدة في الراس هو أنت 56 ولا كلهم خفاصة. اشتحوي لك عالتوقي هو أنت أكبر بوخة تراك ألا واحد أسبوعي راسي تفضل بيدوخة. تك تصعب تعبو اليوم تسويها علاجه انا اللي اتعارك وياه سبع خياطات براته. قبل نص ميه الارنب ما سامع بحلولي هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعه شد الموضوع يا شليش اهدى شويه ارد اشتري ست طيور ومعود 1100. اقول لك عالتوقي ترى سالفة الانتخابات حيل ماشي هالايام وبيا خوش الرزق حرام. رزق حرام؟ علولي ليش ما تسكت احسن لك؟ بدوى وحدك خلينا بالعتيقة هواي احسن. عتوقي اطلق العنان لطموحك ايش فيك؟ بابا انا اقصى شيء طموحي يوصل للسقف وينضرب بالبنكة ويرجع لي مرة ثانية. هو هذا الطموح الطايع حظه يفتر يفتر ويرجع على صاحبه. ترى هواي سياسيين مو احسن من عندنا هم من كانوا حثلق مثلنا بس بالمثابرة والعمل الشاق تصير حرامي باب أول. وانا شو بعرفني شنو شغلة المسؤول؟ المسؤول يعني ياهل جاي ورايح يسيلك. والله خوش فكرة بس يحتاج لنا شوية أصوات ولو علاقة ما يخالف. سهل أكو هواي أصوات حلوة. سمير أخو جنان أو جنان ابن سمير أو أخو سمير ابن عم جنان أصوات متخبل. جنان منو؟ أخت سمير. وسمير منو؟ أخو جنان. شبيك يا معود؟ علولي ما تسكر مطقة روحي أقول لك يحتاج لنا أصوات ناس تنتخبنا. عجبيك أكو هواي طاحين حظ ينتخبوك. طبعا هم هذول الشريحة اللي إحنا نراهن عليهم لأن طايح الحظ يريد واحد طايح حظ مثله يعني شبيه الشيء منجذب إليه حتى يفتهمه ويحقق له طموحاته وتطلعاته. إيش هذا أبو المولد مثلا براس الشارع مو رشح وقام يوزع انبيارات على الناخبين وما شاء الله صار مسؤول بوزارة الكهرباء. خوش فكرة ومنك نقشولها للوزارة ونبيعها عتيق. إذن فلنبدأ حملة الانتخابات. اسمعوا اسمالوا أكبر لوق ما ينتخب عالتوقي عشان ناخبين انتخبوا عالتوقي وصدقوني ولو شهادتي بروح مجروحة بس راح يسوي العراق مثل أبو دبي. وعلى طاري أبو دبي يوجد لدينا مكتب سياحة يوفر لكم فيز لأبو دبي روحة بلا رجعة. كل هذه الوعود الكاذبة يوفرها لكم المرشح عالتوقي. انتخبوا وارجع واقول جمال ما ينتخب عالتوقي. أم داك شلش عالتوقي المتشالح رشح للانتخابات وانت المثقف ما مرشح مع الأسف عليك مقضيه بالمتنبي. وكما قال المتنبي أنا الذي نظر الأحول إلى أدبي وأسمعت كلماته من بيت طرشة ومدري طرشي. معقولة؟ عالتوقي رشح للانتخابات وصار عندنا تباع وناس انتخبه ولك دعبول غمني غمني. أم داك شلش أم داك شلش عالتوقي رشح وانت سمعتك واصل راس الشارع وما مرشح من أم داك دعبول؟ لازم نرشح بس القالي اسم للحزب وللحملة بسرعة يلا بسرعة.
اسمع شلش، راح اختار لك حزب كل الشلش، مو شلش لك اسم حزبك يصير حزب شلش اخو دهش، بسيط وسهل الهضم، وشعارنا هو نقود العراق الى الهاوية. حلو، اقول لك بس انت تعرف شنو الهاوية؟ يعني حاوية. الله عليك، تعرف شنو معنى حاوية؟ اقول لك شلش حاوية يعني تحتوي على محتوى، والمحتوى في قلب الشاعر. لحظة 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 لحظة، دعبول لقفتها بالله، عيد للمقطع مال الشعر مالتنا. ارجع واقول وين شيء منتبه لعاد، نقود العراق الى الهاوية. نقود العراق، حلو، يعني وزارة النقل والمواصلات. مش لعبود، خل نسوي الحملة مالتنا. تدلل شلش، انتخبوا مرشحكم شلش، وصعد كروة ببلاش، هناك جناح خاص العوائل. انتخبوا مرشحكم شلش اخو دهش، وسنوفر لكم خطوط نقل بين العراق وجميع المحافظات. مرشحكم شلش اخو دهش. شلش رشح للانتخابات؟ يا معودين هاي وين رايحين؟ تعالوا. صدق لوقي ما عندهم ناخب شحيب. ناخب شحيب شنو؟ يعني ما عندهم صاحب صديق، بس انت عتوقي لا تستسلم بسهولة. ليش هو من يقدر ياخذها من عندنا الحملة حتى استسلم بسهولة؟ ما لكم علاقة، انا عندي البطة الخديلة، اقصد الخطة البديلة. يا جماعة اكو نقص نفرين، منو ما منتخب رجاعا؟ خلي ينتخب. يا جماعة ما منتخب ليس لو ينزل لو ينتخب. ولك دعبون العبرية شردوا. اي امل لاعين الوالدين. عزيزي الناخب، راح اوفريكم خدمات جمبازيه، يعني راح تخليكم تضربون دقلات وانتم قاعدين في اماكنكم، وماكو اي مرشح اخر يقدر يقدمها لكم، وعليه وفرنا لكم شبكه واي فاي تقدر تكنك على الشبكه وتحرق الانستا والسناب حرق. الباسورد انتخبوا عتوقي، مفهوم؟ وين المدخنين يا العودين؟ يا مدح شي حايط صدق، شو دول اللي بسوني؟ وين رايحين؟ اقول لك عتوقي اخاف الباسورد صعب. يا جماعة رجعوا، راح نسوي الباسورد. انتخبوا عتوقي 1 2 3. السالفة بيها انه ترى ماكو دخان بلا جقاير. وين المدخنين؟ الصوت بتكة، انتخبوا ودخن، مستقبل العراق اهم من صحتك. اشرب وانتخب يا ولد، هذا العرق الزين. تعال يا ولد امشي ورا اللي سكرك ولا تمشي ورا اللي صحيك، هذا العرق الزين. تعال يا ولد انتخب واشرب، يا ولد انتخب واشرب. سنوفر لكم الماء والهواء والوجه الحسن، انتخبونا وراح نستورد شغالات من بيلاروسيا واذربيجان، كل وحدة صاك. سوف نقضي على الذباب والبعوض، لأن البعوض لا يريدون أن نعمل ونحقق إنجازات. شن هي؟ بويا بويا بويا، عتوقي يرشح للانتخابات البرلمانية، والشخاشية أم جماعة تعاي وشوف ابنك الشفية اش طالع لنا ببلتيغة جديدة. خير هي شن هي قاعدة تولعد وصيح؟ هي شن السالفة ما تقلي؟ اش بيه وليدي عتوقي جمعة لولي؟ ما سكتين، ولك الشفية مرشح روحه للانتخابات ولازم فروخ المنطقة، ومغشمرهم ومسوي روحه غائد سياسي يريد ينهض بالبلد. ولك انت يومية تنهض من النوم الساعة 3 الظهر، ايش وقت تنهض بالبلد؟ يا بويا عزلي عزات يا خاشية، ابنك صار حرامي يمه من دهر طرق يا عدوك يا يمه، خايب ايش وداك على السياسة؟ كانت تريد السيستي بالبي ورطوك المكبسة شي يا 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 بويا. ولا تسففن على بددا عتوقي صار حاكمه. يا شنو هودا تريد التمنطق؟ شنو؟ ولا تسفن على بلدا عتوقي صار حاكمه. ايه 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 ايش انا من عصبيتي فلت عندي البلد، هو البلد فلتان. يا بشانو
أهل المسؤول ألف مبروك وإن شاء الله فاتحة خير تنصبوها بنص الشارع والمعازيم عليه. أها اجيت والله جابك يا سلية البين، والكم انت مغشمرتوا جميعا وردتوا بهاي الرطينة مال الانتخابات. تفاعلوا بالخير تجدوه يا عمو، انت مو كنت قبل تقول لنا ان شاء الله الله يطيح حظك، الله استجاب دعائك. ايش تريد بعد ما تقول لي؟ يوفا قل لك باو على ظل التمنطق براسنا، اي منكون عزل عزاكم يا سليل جاولك يا شني فرتوا سياسيين شنو بويا صرتوا حرامية وفلوسكم كلها راح تصير كلها حرام يا من دار طركم. تعال لا يضرب بالكم على سيادة المسؤول عتوقي، هو يسلم عليكم ويقول لكم حضروا جنتكم، اشتراكم بيت بدبي بالنخلة حتى تاكلون تمور تندعوله. يا عتوقي يا يما يا ربعة راسي يما يا بعد بيدي يا يما والله غدتي الحمراء بدربحك بدربشي يما يا بعد روحي ما نسمى ولا نسمو يما وتعبنا فيك وتربيتنا صارت كلش حلال الدلالي. لا تقولين فلوسكم حرام. لا هو انا انت شنهي اظن زعناتك مطيميمات وخن يا بعد امي انا اش قلت؟ قلت يعني حرام ضيعون هيك فرصه منديكم، ترى البلد محتاجكم يا بعد بيتي محتاج العتوقي وسلوتي كلكم محتاجكم. شوف اقول لك يا قبي يا قبي عتوقي لسان الشارع ومدافع عن حقوق الارامل والمطلقات ومهمشين نمشي لك عتوقي فاسد وخمط فلوس الشعب شلش هو لسان الشارع والمدافع عن حقوق اليتامى والمساكين. لو قل لك عتوقي تاج راسك يا سقط شلش الحرامي. ليه شلش خط احمر اذا تحكي عليه اخلي الجماعه يشيلونك هسه. هيك يا شلاهيك اليوم اللي علمك اذا ما اكسرك شلش. ها شنو مشتري نفس سيارتي؟ لا هاي سيارة ابن اخوي الصغير، انا سيارتي بالقصر مالتي بجزيرة كابري. تقصد القصر مالتك اللي بالجزيرة مالتي؟ نسيت اقول لك مالي اشتريت الجزيرة كابري. اي بالضبط قلت لي جزيرتك بيا بحر. بعدين لا تضحك اي ضحكة مالتي. ما تندل بيا بحر بالبحر الابيض المتوسط. قابول البحر المتوسط مال منو؟ مالتك سيادة النائب، بس انا قلت لك خل نشتري بحر الميت ما دام سعره ميت ارخص لنا، انت ما قبلت عاندت. سيادة النائب عتوقي النزاهة خبروني قالوا انت فاسد وبايق فلوس الشعب او لازم هسه تروح للسجن. هذا مصير الفاسدين اللي اكلوا فلوس الشعب. صدق لو قال اللي يعيش بالفقر يموت بالحيلة. قالوا نعم اي صح مكتب النائم شلش انت منو؟ النجاهة؟ الو الو شبكة ماكو الو الو شلش هذول النجاهة صاروا نزهاء وقالوا انتو حرامية راح يذبونا بالسجن شلون؟ شلون؟ اقول لك ليش انا مو عنده حصانة؟ لا شالوها الحصانة وانطوك مطي فحل بمكانها. يا جماعة اسمعوني لازم نروح نقدم لجوء بأوروبا وننتظر امريكا تهتلنا مرة ثانية حتى نرجع وياها. والله يا العتاق خوش فكرة هاي. بس لحظة شباب خلي أخذ الحاتة وياي. يا معود دعوفه أصلا هاي مو حاتة هذا ولد إيطالي اسمه برونو. شنو؟ ولد؟ بعد ليش ما قلت لي من البداية؟ قلت عوف الكيام مفاجأة بالأخر تكتشفها بس من حسن حظك أكلت بوري من الحكومة. همزين كان أكلت بوري من برونو بس ربك ستر. الطيف ليدلايت كافة منتجات LED التكنولوجيا الإنجليزية. السرسرية وصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسرة وياها كان يضبط هاي تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة. عدك تك 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 شكد يتلوم دك دك إذا
يرشي ترانا طير بي عندي علولي داي حلو وهكلي وسيلة المطير تشي يشرب بيبسي بالكتلي لو حششنا تشوش ندير احنا خلينا الفيل يطير خلينا الصاحي كبسل وين بكبس الصاحي اها اها المي دوخ الحارة وما يخبوا الجارة امي طشارة تخاف من اللي فارة ايش ليش لا تخبط لي حلقك شدة بالراس هو انت 56 وانا قتل وقفاصة ايش تحوي لك عالتوقي هو انت اكبر بوخة ترك الا واحد اسبوعي راسي تفضل بدوخة تك متصعب تعب واليوم اسويها علاجه انا اللي اتعارك وياه سبع خياطات فراته قبل نص ميه الارنب ما سامع بحلولي هو انت كلك شبره انت تتمنى الصيف